لكم في فيديو جديد. الفيديو هذا راح يكون شرح مفصل للانتقال اللي شفتوها في بداية الفيديو. وقبل لا نبدأ كالعادة بالضبط وخلونا نخش في الدوش. أول حاجة نعملها نثبت الجوال ونعمل فريم اللي حنصور عليه. ناخذ فيديو فارغ بخلفية، بعدين نخش الفريم وناخذ فيديو لرمية الصندل بالطريقة هذه ونعمل الجمب، وبعد كده نغير ملابسنا وناخذ فيديو ثاني للجمب بالطريقة هذه. بعد كده نروح على الاستوديو ولازم نعلق الصندل في خيط شفاف ونصوره في كرومة خضراء او اي قماش اخضر موجود عندكم يفي بالغرض. اهم شيء تكون الاضاءة موسعة وتاخذون الفيديو بالطريقة هذه. بعد كده نروح على الفاينل كات وننزل الثلاثة فيديوهات مع بعض. نحط الفيديو حق الخلفية الفارغة فوق الفيديو اللي صورناه أول شيء ونعمل له ماسك. بحيث إنه الصندل يختفي في نقطة معينة. بعد ما نخلص من الماسك نروح لفيديو الكرومة ونعمل لها كينج ونفرغها من الباك جراوند. بعد ما نفرغها من الباك جراوند نصغر الصندل ونخليه متناسق مع رمية الصندل اللي في الفيديو تحديدا. بعد كذا نجمع الفيديوهات كلها في كومبوزيشن واحد ونبدأ نلعب في الزوم ان والزوم اوت حق الفيديو على حسب الافكت او الايقاع حق الموسيقى اللي حاطينها. زي ما انتم شايفين قاعد العب بالكي فريمز اقدم واخر في الفيديو. وبكذا نكون عملنا انتقالة إبداعية، وهذه من أكثر الفيديوهات المنتشرة في التيك توك واللي أكثركم في الانستغرام طلبها مني. أتمنى من كل اللي يجربها يرسل لي إياها على السوشيال ميديا، وبرضه لو عندكم أي سؤال واستفسار اكتبوا لي إياه تحت. أتمنى يكون الفيديو كان جدا مفيد ليكم، وإلى لقاء آخر في جنان.